أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي حياة الأمومة. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن تجهيزات البيبي. حيكون التجهيز يعني جزء من التجهيزات، يعني أول شيء هني أغراض الاستحمام وشوية الأغراض اللي احتجتها بالفعل من خبرتي من حملي الأول. لهيك هلأ حاليا رح أبدأ لكم بشوية شغلات اللي جبتها من يومين. أول شغلة معنا حتكون هي هاي الليفة. هاي الليفة عبارة عن حبتين نستفيد منها باستحمام البيبي، كتير ناعمة، بالإضافة لهذا الشامبو ريحته كتير حلوة، كلياتها طفولة. يعني في عنا كمان هذا المقص، عبارة عن مقص صغير مقص كبير، بالإضافة لمبرد للأظافر. عنا كمان هذا المشط، عبارة عن مشط وفرشاية إذا احتجنا نستخدمهم للبيبي. عنا كمان هيدي اللي هي شفاطة المفرزات للبيبي، بتستفيدوا منها كتير. بالإضافة عندي لهايات، جبت نوعين. أول نوع يلي هو هاد من 0 لـ3 سنين، كتير زراف يعني هي للطفل. وفي نوع تاني أنا قلت بجرب أي النوعين بيزبط معي، هاي النوع التاني كمان، هاي لبعد 3 شهور، هدوك من 0 لـ3. في عندي كمان هيدي اللي هي عبارة عن رضاعة أو بيبرون نحنا منقلها، هاي كانت غراض العادية يعني. هلأ في عنا هاي اللهاية أنا كتير حبيتها، هي عبارة عن لهاية بتحط الدواء من تحت بهاي المنطقة، وبعدين الطفل بيرضعوا للدواء، مثلا إذا الواحد احتاج يعطي الطفل خافض حرارة أو هيك شي. في عنا هاي المخدة، هاي المخدة بتحطيها بإيدك، كتير ظريفة حسيتها للاستخدام، مشان الواحد ما يحط الولد على ايده مباشرة، الطفل راس الطفل على الايد مباشرة، كتير ناعمة وطرية. في عنا كمان هدون المناشف الصغار يلي هن عبارة عن باكج 6 قطع، اذا بدك تنظفي للبيبي اذا لوت حاله او شي، ظريفة جدا، ناعمة وطرية، 6 حبات طبعا بيجوا. عنا هدون السوكس، هن 3 حبات، الطفل ما كتير بيلبسون يعني، فبيكفي يكون عنده 3 قطع يعني. وهاي الكفوف للإيدين البيبي مشان ما يخمش مش يخرمش وشو بأول فترة يعني. هاي آخر قطعة معنا لليوم يلي هي قطعة قطنية بتلفي فيها الطفل، أو مثلا ممكن تحطيها تحت الطفل إذا بيكون نايم على شي مكان معين، كتير ناعمة وطرية، قطنة كتير كتير حلو. أغلب الأغراض اللي جبتها من عند جونيورز. هاد كان الفيديو لهذا اليوم، بتمنى ينال اعجابكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك. شكرا كتير لكم.